بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله زملاء المهنة أينما كنتم. دائما مع تركيب لوازم تصفية حوض السباحة تاعنا. عندنا المسبح هذا الصغير، أنا اللي هنا عندنا راح نصطليو له سكيمر تاعو، عندنا الروفولمون تاعنا مشيناها من هيتاتي نمونطيو ليه، عندنا ربع روفولمون تاعنا، نزيدو نخرجو البالي تاعنا لهنا، الفون تاعنا بلاصيناه لتحت لهيه، عندنا السكيمر تاعنا نخرجو منا ومن بعد نمشيو لانستالاسيون تاعنا حتى نديرو له غرفة التحكم تاعو لهيه. هذه هي لاق خويا صلاح حنباليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله زملاء المهنة أينما كنتم. هاي ديما إن شاء الله مع الانستالاسيون تاعنا اللي قلنا تاع المسابح. نعاود نذكر خاوتي اللي روفو المون تاعنا كيف خرجنا من هيه، خرجنا الكاسكاد تاعنا كيفاش ما نديرو له هي كاسكاد في الحيط تاعنا الفوق. عندنا البالي تاعنا، عندنا السكيمار تاعنا ديما نوصي عليه، السكيمار باش يتمونطا لازم ديما تحكموا النيفو تاعكم حسب الميناجمون تاعو واش راح يدير هنايا، لأنه العلا تاعو هذا متعلق بالنيفو تاعنا تاع الدار تاعو، لو كان تعليه ياسر راح يطلع له فوق الباب تاعو، تهبطو ياسر راح يولي شارج ولا ينقص، ما تلقاش حسابك في حوض السباحة تاعك، معناتها هذا هو النيفو تاعنا، ديما نوصيكم نقولكم هذا قراو له حساب مليح. لانستالاسيون تاعنا هاي كفا فات منا، من بعد راح يفوت عليها البيطون، ومن هنا تاعنا راح تفوت لاصال تكنيك تاعنا. هذه هي خوتي. نسبح فيه تقريبا واحد 5 على 4، العمق تاعو 180، الواتر ستوب تاعنا مشي يخدم في وسط البيطون. هاي طلبوا من مولى عز وجل يبارك لخونا ويرزق كل مؤمن ان شاء الله يا رب. زيد عندنا البوندو فور تاعنا ما نساوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.